السلام عليكم وحلقة جديدة من حلقات انت مع موك. النهاردة جبت لكم 3 اختبارات لـ3 اندية، الاسماعيلي وطلاع الجيش والمجد السكندري اللي بيلعب ممتاز به. بس قبل ما نتكلم عن الاختبارات جالي سؤال مهم جدا جدا، وهو يا كابتن اروح الاختبارات ولا هي سبوبة ولا وصايت، اعمل ايه؟ طبعا يا احسن لعيبة في مصر الموضوع ليه جذور متفرعة. هل النادي بيعمل الاختبارات دي سبوبة؟ النادي بيعمل الاختبارات دي سبوبة. هو لو كان النادي ما كانش عاملها سبوبة كان خلى الاختبارات مجانا او بسعر رمزي مثلا يجيب مرتبات الكباتن اللي عنده، لكن هو عامل الاستمارات بمبالغ عالية. بس معنى كده ان في حد ما بيتقبلش في النادي؟ لا، في لعيبة بتتقبل في النادي، بس اللعيبة دي قليلة عن الطلب. وهقولك مثال دلوقتي، النادي بيبقى احتياجاته في كل قطاع من الناشئين او البراعم ما بيتعداش مثلا 6 لعيبة 7 لعيبة، ممكن يوصل بالكتير قوي مثلا 10 لعيبة. طب هو بيجيله في الاختبارات دي كام لعيب؟ في اندية بيجيلها بالالوفات، في اندية كتير في الممتاز بيجيلها لعيبة بالالوفات. تخيل انت الالوفات اللي بتجيله دي هيختار منهم 10 لعيبة فقط، ده بالكتير قوي. ففي لعيبة كتير بتتظلم، وفي لعيبة كتير بيجيلها احباط بسبب انه سقط في الاختبار بتاع النادي. وموضوع الواسطة ده انا اتكلمت فيه في حلقة قبل كده، انا قلت لكم يا جماعة مش كل اللعيبة بتتقبل بالواسطة، ما تحطش في دماغك موضوع الواسطة، شيل موضوع الواسطة ده من دماغك. ليه؟ اي مدرب في نادي محترم بيبقى عايز يثبت ذاته. طيب طالما اللعيب اتاخد عنده بالواسطة، طالما هو لعيب بالواسطة اكيد هو ما بيعرفش يلعب، او مهاراته على قده، او مش اللعيب العالي على قد مستوى النادي. طبعا كل اللعيبة رايحة بقى بالواسطة هيروح يلعب الدوري هيخسر كل الماتشات، مش هيطلع بطولة جمهورية، مش هينافس مع الفرق والاندية الكبار. فكده المفهوم اللي واصل لك ان النادي دوت بياخد بالواسطة او ما بياخدش بالواسطة شيله من دماغك، لان المفهوم ده خطأ. طب يا كابتن انا شفت بعناية ده اخد واحد قليل مني، او مش انت اللي هتكرر وتقول ان ده مستوى قليل او مستوى عالي؟ المدرب بيبقى ليه نظرة فنية في كل لاعب، فالمدرب بيبقى ليه مواصفات خاصة بيشوفها في اللاعب هو عايزها. ممكن يكون لاعب عالي جدا مهاريا بس هو شايفه ان هو مش هيفيد الفرقة. مش هيفيد الفرقة ازاي؟ بياخد الكرة يقعد يرقص كتير لغاية لما الكرة بتتقطع منه وبتروح عليه بجون. ده انا كده انا مش عايزك انت، انا كده مش هتفيدني، لان اللعبة لعبة جماعية. انت بتستغل مهارتك ان انت لو اتزنقت اتحطيت في موقف مزنوق مش قادر تباص الكرة، الدنيا كلها مقفولة قصادك، فانت في اللحظة دي هتضطر ان انت ترقص، وبعد كده لما زاوية التمرير تتفتح لك بتباصي. هو ده اللعب الجماعي اللي الكابتن عايزه. لكن كونك ان انت عارف ان انت مهاري جدا وعالي جدا وهتقعد تمسك الكرة ترقص 1 و2 و3 و4 اخرة الترقيص ايه؟ ما هو لاما انت اخرة الترقيص دوت هتروح تحط جون، لاما هتتقطع منك وتترد عليك بجون. ففي قانون الكرة مفيش حاجة اسمها ان انت تمسك الكرة وتقعد ترقص. افضل لعيبة في العالم ما بتعملش كده، افضل لعيبة في العالم ما بتعملش كده. نرجع لموضوع، طب انا اعمل ايه يا كابتن في الاختبارات، او هروح الاختبارات ديت هي سبوبة او هي سبوبة، او انا يعني هروح اعمل ايه طالما انا عارف ان انا هسقط؟ انا قلت قبل كده في حلقة قبل كده يا ريت ما تروحش أندية ممتاز. الأندية الممتاز بيبقى عليها إقبال شديد جدا، وهم بيبقوا طالبين لعيبة محدودة جدا جدا، والمواصفات اللي هو عايزها ان انت لازم تكون اعلى من اللاعب اللي عنده.
اللي هو اختاره قبل كده، انت لو حتى مستواك نفس المستوى بتاعه فهو مش هياخدك، هيفضل اللعيب القديم اللي عنده اللي فاهم شغله وفاهم الخطط بتاعته وهيقدر ينفذها، مش هيجيب لعيب لسه هيعلمه الشغل بتاعه. فأنا ما برشحش ان انت تروح تختبر في أندية الممتاز، خصوصا لو انت اول مرة تروح تختبر في النادي، واول مرة عايز تلعب كورة في نادي، واول مرة هتشارك في دوري. لو انت اول مرة هتشارك في دوري وهتلعب في نادي، فانت حاول تلعب في نادي ممتاز به او درجة تالتة، تلعب في قطاع الناشئين وتبتدي. انت برضو ممكن تسألني تقول لي يا كابتن طب انا هعرف ازاي مستوايا اعلى من مستوى الناس اللي عنده القديمة؟ هقول لك مستواك دوت لو انت اول مرة تلعب يبقى بلاش تترشح لأندية الممتاز. لو انت اول مرة تلعب فلازم تلعب في ممتاز به او درجة تالتة وتشارك في الدوري وتثبت نفسك في الدوري في النادي اللي هو الدرجة التالتة الاول. تثبت نفسك ازاي؟ تلاقي المدرب بيعتمد عليك في الماتشات وبيلعبك اساسي وحاسس ان انت مميز في فرقتك. الكلام دوت بينطبق على الممتاز به والدرجة التالتة. لو انت رحت اثبتت نفسك ولقيت ان انت مميز في الفرقة، تبتدي تفكر الموسم الجاي تختبر في نادي ممتاز ألف. غير كده انت بتروح ترمي فلوسك وبتضيع وقتك. وبكده انا حاولت اوصل لكم المعلومة باختصار، وعشان ما اطولش عليكم ندخل على الاختبارات بتاعة الاسماعيلي وطلاع الجيش ونادي المجد السكندري. نبدأ بنادي المجد السكندري اللي بيلعب ممتاز به. بيقولك ان هو المميزات بتاعته ان هو بيكون في مرتب للاعب وبدل انتقال وتميز للمميزين وتقديرهم ماديا. اختباراته هيبقى يوم الخميس 24/6، الاختبارات 24/6، وهيكون منظم الاختبارات الكابتن محمد زكريا لاختبار اللاعبين، والنادي طالب من 2001 ل 2014، والمكان هيكون مركز شباب كوم القنطرة ابو حمص. وعلشان لو حابب تستفسر على اي حاجة رقم التليفون 012-741-2-1246. وندخل على اختبارات طلاع الجيش. يعلن نادي طلاع الجيش عن اختبارات لموسم 2021، وهتكون من مواليد 2001 وحتى 2011، وهتكون الاختبارات هتبقى على 3 مراحل، وهتبدأ من يوم السبت الموافق 19 يونيو، على أن تبدأ الاختبارات الساعة 8 صباحا على الملعب النجيل الصناعي بنادي طلائع الجيش بجوار طار المشاة ومستشفى كوبري القبة العسكري، ويتم سحب الاستمارة الاختبار من المكتب المالي بالنادي بمقابل 30 جنيه للاستمارة. ونخش على نادي الإسماعيلي. يعلن نادي الإسماعيلي عن إجراء اختبارات في القاهرة يوم الاثنين المقبل الموافق 21/6/2021 الساعة 10 صباحا على ملاعب مركز شباب الساحل بشبرا مصر، وذلك لجميع المواليد ابتداء من 2001 حتى 2013 بحضور لجنة فنية من النادي برئاسة الكابتن إسماعيل حنفي رئيس القطاع الناشئين. سعر الاستمارة هتكون 50 جنيه. للحجز او الاستفسار 010-600-6908. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. لو انت شايف ان انت استفدت من الحلقة ما تبخلش علينا باللايك، ولو انت اول مرة تشوفنا في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. اشوفكم بخير.